حققت فتيات ميلا لقب الطبعة 22 لدورة المرحوم البطل المجاهد عبد الحفيظ بوصوف لكرة اليد سيدة أكابر بتغلبهن في ديربي مثير على حساب فتيات قسنطينة بفارق إصابة واحدة 18 إصابة مقابل 17. لا فرحنا الشعب تاعنا وما خيبناش الظن تاعو، دخلنا جروب سودي وكنا لازم علينا نربحوا بهاد الدوره. الحمد لله يا ربي وفقنا ومبروك علينا. الحمد لله دينا لاكوب وجو ميرسي اوسي لو بوبليك اللي عاوننا بزاف وكامل اللي قاموا على باش تمشي هاد الدوره، والحمد لله دات لاكوب قعدت في ميلا. بون فرحانه برشا لاني جيت نلعب مع ميلا، ويعطيهم الصحه البنات قدموا مجهود باهي وان شاء الله نكملوا هكا. هي دوره لتطوير الرياضه النسويه بصفه عامه في ولايه ميلا، درنا تورنوا مليحه ان شاء الله نكملوا شامبيونات تاني مليحه. وشهدت الدوره في طبعتها 22 تنظيما محكما. علامه كامله لرابطه ولايه ميلا على التنظيم وعلى حسن كما نقول سير هذه الدوره الطبعه 22. كعضو في الاتحاد نشكر كل المسلطات الولائية ومحلية وبالخصوص رابطة ولاية ميلا والجمهور الميلي وسكان ميلا لاستضافة هذه اللعبات هذو اللي جاوا من القطر الوطني وخاصة من شقيقة تونس. يعني كانت على حساب التجربة كانت طبعة ناجحة 100%. Je suis satisfait le fait que le handball féminin mazal ma match parce que pour certains ils veulent le détruire. Ça, je tiens à féliciter tous les clubs qui animent le championnat national. لازم العمل القاعدي يبدا من تحت ونطلع لفوق. لازم القاعدي العمل القاعدي ونعطيه الأهمية للفرق ونعطيه أهمية للتكوين. والنقطة الإيجابية المسجلة هي الحضور الجماهيرية اتزامنت مع العطلة التي زادت من الحضور المميز للجمهور الميلي.